بيسرنا اليوم يكون ضيفنا سعد الدين حميد صقر نائب رئيس المجلس الاقتصادي. صباح الخير والاجتماعي كمان حتى ما نختصر شوي البيئي ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك استاذ حميد. اهلا بكم. نورتنا اليوم. الله يخليك. سؤال المطروح واللي كثير هلا عليه ضجه، السلسله الى اين مع ارتفاع صرخه الاتحاد العمالي العام كمان صديقك دكتور بشاره؟ أنا أولا بعتز بموقعي نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي لأني أنا منتدب من الاتحاد العمالي العام. نعم. وأنا ممثل الاتحاد العمالي العام، بس أنا الصفة اللي أنا بحرص عليها هي أمين عام الاتحاد العمالي العام. نعم. إضافة إلى نائب رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي، لهذا أيضا بزيدني اعتزاز وبزيدني عزم وعزيمة، لأنه هذا منبر حواري اجتماعي لكل شرائح المجتمع اللبناني. ونحن يمكن لو آمنا بهيدا العناوين كل اللي شفناه الجمعة الماضية كنا جينا فيه على طاولة المجلس الاقتصادي الاجتماعي وحليناه على طاولة المجلس الاقتصادي الاجتماعي، لأنه نحن اليوم في عنا مشكلة. مشكلة مش في محل معين، مشكلة بالبلد كلياتها ومعاناة البلد كلياتها. فمشان هيك نحن بنقول الوقت دقيق والظرف كتير صعب، وخاصة الناس بدأت تشعر بالقلق على وضعها الاقتصادي الاجتماعي، وضع الليرة، وضع عملها، ديمومة عملها، البطالة اللي عم تنتشر، إقفال المحلات. بتمشي اليوم بالأسواق التجارية الأساسية يلي ما كنت تلاقي فيها محل غط عصفور ما بيقولوا فاتح. اليوم تجي بتلاقي الأسواق هذه نصها خاوي، صاحب المحل هو الموجود بس اللي اخد استثمار واللي اخد هذا عمال يترك أول فرصة عمال يترك. فالوضع البلد بهالطريقة فعلا صار وضع نحن كلهم بيقولوا لك يونان قبرص، هذا كله إن شاء الله ما بنوصل له، بس ولكن نحن ما حنوصل له إذا كان عندنا وعي. وعي وطني، وعي وطني بالدرجة الأولى، نعرف حالنا. نعم. باسترداد السلسلة البعض. لا أنا بقول شغلي، يعني. أنا بقول شغلي، موضوع السلسلة الدكتور بشارة كان واضح تماما بهذا الكلام. الأستاذ محمد شير هو أبدى مخاوف وقلق على الوضع الاقتصادي. كل واحد منهم، كل واحد منا عفوا عم يشتغل شغلته. يعني الأستاذ محمد شير عم ينور على المخاوف الاقتصادية اللي هو عم يشوفها من خلال موقعه. رئيس الاتحاد العمالي عام عمال يحذر من البطالة وانتشارها والصرف وإقفال المؤسسات، وهذا كله يعود إلى أنه لما أقرت السلسلة يا ستنا الكريمة أقرت 3 بنود فيها، مش بند واحد. الإصلاح الإداري، محاربة الفساد، وبعدين السلسلة. وين الإصلاح الإداري بدرجة أولى؟ بعدنا لهلأ عم نشوف أنه التهرب الضريبي هو العنوان العمل الأساسي لكل هؤلاء الناس. نحن عم نقول للدولة، عم نقول للجميع، خلينا نتعاون لضبط عملية التهرب الضريبي. بيغطوا 1000 سلسلة. بيغطوا السلسلة. بعدين اليوم للأسف عم نحكي بمحاربة الفساد. أنا مرة سألته لوزير الفساد صديقنا السيزن الأولى، قلت له الفساد بدك تبلش فيه من جوا ولا من برا؟ فاليوم فعلا اليوم وين واحد يبلش ليبلش؟ منين بدك تبلش؟ اللي بيحكيك كلمة الفساد هو من ال بدك تشوف هو أساسا. طيب اليوم عليه ولا لا؟ طيب استاذ صقر اليوم رح تضل ماشي السلسله بدون ما اول شيء السلسله اقرت بقوانين. نعم. رسميه تلغى بقانون صدرت بدا قانون لا تلتغى. يعني انا ما بفهم اي منطق انه انتخب رئيسا ما بالدوله بعد ما صارت برجع بقول له انت كان انتخابك شرعي وغير شرعي، ما بقى هذا القصه غير قابل للنقاش. نحن هيدي طلعت بقوانين، طلعت نزلت بالجريده الرسميه، نزلت بكل الاعراف، برجع بقول له بعدين سوري الموظف هو اللي بده يدفع ثمن. انا بقول لك يعني ما بدنا نحن نعطيه تصحيح الاجور، اتحاد العمال العام دوره تصحيح اجور. صحيح. مش نحن نتعاطف مع القطاع العام، نتعاطف مع كل الاجهزه الامنيه والعسكريه اللي هن استفادوا من السلسله.
السلسلة استفاد منها بالدرجة الأولى الأجهزة الأمنية. صح. استفاد منها بعد منها موظفين القطاع العام ومصالح المستقلين. ما أساسا مصالح المستقلين اللي هن استفادوا منها هن العمود الفقري بالاتحاد العمالي العام، اللي رئيس الاتحاد هو رئيس المصالح المستقلين. نحن ناطرين حتى تتشكل الحكومة لحتى نفوت بباب تصحيح الأجور يلي هو دور الاتحاد العمالي العام فيها. وأستاذ عبدو واكبنا بالمرحلة السابقة في مراحل كتير صعبة وظروف كان صعبة، حتى كنا نتخانق احنا وياه لأنه كان رأيه يختلف عن رأينا. بس ولكن هذا دور الاتحاد العمالي العام، نحترم ونقدر دور كل شخص من خلال موقعه يدافع عما هو فيه، من خلال انه اليوم مثل ما بقول الرئيس وير كل مين يشتغل شغلته. صحيح. نحن عم نشتغل شغلتنا، اللي هن يشتغلوا شغلتهم، بس ولكن بالنهاية بدنا يعرفوا انه في نحن شغلتنا مع 90% من الشعب اللبناني. طيب بس الوزير المال علي حسن خليل بالساعات الماضية عم بيقول انه صفر احتياط. ايه ما هو عم يحكي من خلال الموقع الرسمي. طيب. ومن خلال هو شو شايف. يعني. ومن خلال هو شو شايف. بس وقت الجد الوزير علي حسن خليل بنعرف خطه السياسي، بنعرف انتباهه السياسي، وبنعرف انه ما في كمان من موقع السياسي انه يغطي على اشياء يصير البلد مهبل مؤتمنين ايضا. طيب. على مسيره هالبلد والوزير علي حسن خليل عم بيضوي ليحذر من مخاطر تاخير تشكيل الحكومه. تشكيل الحكومه هي النقطه الاساسيه لكل اللي عم نحكي فيه هلا. شكل الحكومه انا بقول لك شغله، مش هي السحر الساحر، لانه بعد الحكومه يمكن حنشوف مصاعب اكثر من هلا. لانه الله يبشرك حنشوف مصاعب اكثر من هلا. انا عم بقول لك لانه المشارب كل واحد فايت من مشرب، كل واحد جاي من كله بيترجم مثل ما هو، وكل مين يرى كما هو. بس ولكن اليوم وجود حكومه بيعطي ثقه بالداخل، بيعطي ثقه بالخارج، بيعطي نحن جايين على صدر اللي نحن عم نشتغل عليه، اللي هو فيه قد واحد مثل ما بقول لك يا اخي معنا هيك خيخي غرقان مديون ومديون. نعم. مديون انا جيب لي حتى شوي حتى اقدر حل شويه ازمات انا عندي، ازمات اجتماعيه، مستشفيات الحكوميه، عدم تاخير الحكومي خلال هالشهر حتطلع صرخه كل المستشفيات مش الخاصه، مستشفيات الفئه الثانيه، لانه هول ما عم يقبضوا يقبضوا مخصصاتهم وما يقولي لهم إذا ما قبضوا من يبدو يعطوا موظفين هالموظفين العجزي والمعوقين وهالمرضى المعوقين والعجزي وإلى آخره. طب هولي ما بتقويهم جمعيات، هالجمعيات إذا ما أخذت مستحقاتها من الدولة يعني كلفنا خاطركم صرنا بخطر. ما في تناقض حضرتك باللي عم تقوله هلا، أنه في سلسلة رح تضلها ماشية بذات الوقت، في ناس ما رح تقبض. عجز شو خص هدي بهدي سلسي خلص انساها. بس انا ما عم بقول لك يعني أنا الحل رح يكون برايكم خارج هلا. انا استاذ عبد السلسله كلمه سين شلناها من قاموسنا. اوكي نحن ما سين كمان قبل لا نحن بنحكي للسين المحلي نحكي محل السين شلناها من قاموسنا. وهذا الكلام انتم الرئيس المجلس الاقتصادي الاستاذ جار العربي والاستاذ محمد شهر يلي نحن. طب ليش حكيها طالما عارف محمد شهر؟ استاذ محمد شهر هو دوره من قبل اقرار السلسله. هيدا موقف لا يعني انا بدي اشتغل. اولا اقرار السلسله صح ولا غلط، مش العمال بيتحملوا مسؤوليتها ولا الشعب اللبناني بيتحمل مسؤوليته. معلش مع احترامنا للجميع، من حاكم بنك المركزي حتى اخر واحد يلي هن حطوا ورود على الشارع لاسباب ما لنا علاقه فيها نحن. بس انا لما بياخذ حقي يلي صار لي سنين متراكم، بعدين ايضا ما حدا يحط الدين العام انه سببه السلسله، ولا العجز المالي سببه السلسله. قد تاخرت هالسلسله، قد ايه صار السلسله تاخرت، وإمتى أخذوا السلسلة؟ قال لي لازم ياخذوا السلسلة. طيب الناس بتقول إنه الصرخة تبع الاقتصاديين إنه كانوا يربحوا مثلاً 5 مليون، أنا بيربحوا مليون، صحيحة؟ يا سيدي أولاً في التهرب الضريبي، معلش خلينا نرجع نشدد على النقطة. نرجع لنقطة واحدة أساسية،
اضبط لي كل ظهره بالضريبة 100%. افتح الجوارير التحتانية عند اللي حاطين دفتر دفترين وثلاثة الفواتير من شال من الصورة الفساد الموجود المتشري. نروح شفنا الأملاك البحرية اللي كلاتهم بيغطوها دخلك المشكلة اللي صارت امبارح ببيروت. ليش هي أساسا هذا الفندق اللي طلع طلع على على أسس قانونية على أملاك بحرية على لا مش أملاك خاصة بس هل طلع بالطرق القانونية؟ بدنا نبلش من هون كل اللفة. نحن اليوم لنرجع لبرنامجك الأساسي لما منتحلى لما منتحلى بهذه الأخلاق وبهذه الروحية ننقذ كثير من البلد. نطلع سلم على السماء نطلع سلم على السماء. على كل حال كم درجة هالسلم بس حتى بدنا نطلع أول درجة بمشي الحال. هالجمعة بأرمينيا إذا بتحب تتعرف كمان ديار أرمينيا نحن أكيد متابعينا أكيد. تسلم. خلينا نروح لعنوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم ونبدأ مع صحيفة الأخبار. كون شربنا قهوة الأستاذ صقر مع الأخبار. منبلش اليوم العالمي للطفل أحلام صغيرة لا تتحقق. إسرائيل مقيدة جنوبا وشمالا أي مغامرة وعلى أي جبهة. أمريكا تبتز لبنان الاستقرار ليس أولويتنا. وبالصورة المحافظ يكذب أو يكذب أو كذب لا حلوة الصورة كمان لك ملا لقطة كمان عم يغسل إيديه أخذوها فظيع. تفضل علق. أنا بدي أقول شغلي أولا نحن إنا ثقة بساعات المحافظ والمحافظ ضوى على أشياء كانت ما كانت مفاجأة بس ولكن بنرجع بنقول كل شيء عليه ضغط هو المحافظ قام بدوره. أنا ما بدي أظلم المحافظ وراح وهو حول للقضاء صح. المحافظ بعت على القضاء وقام بدوره كامل. خلينا نشوف القضاء وإن شاء الله القضاء يكشف كل المخبى. البعض بيقول بلكي عم بيهرب لقدام. لا أنا المحافظ نحن اللي منعهدوا فيه قاضي شريف وتعاوننا نحن في فترة من الفترات بأمور تتعلق بالناس لا ما هو هيك. البعض عم بيقول كمان هون انه في ناس بعد ما اخمص في ما اخذوا السلسلة بقلك يا حاج كمان بالتحديد بدي اقول لك خالي اليوم في عنا وفد من الفاكهة من بلدية الفاكهة شوف قديش لهلا مش ما قبضوا السلسلة ما قبضوا رواتبهم من سنتين وجايين عند رئيس الاتحاد هلا الساعة 11 وعنا جولة. نحن في ناس ما قبضوا السلسلة لأنه في البعض عم بيحاول اللي عم يجتهد على الطبقة الصغيرة بس الكبار قبضوا السلسلة صح. هلا في كتير موصفين بالبلدية الكبار قبضوا السلسلة بالتأكيد يعني 6 مليون و7 مليون و8 مليون قبضوا بس قبضوا بس بالسلسلة قد ايه عادوا قبضوا هون هلا اللي صارت التعتير مثل العادي الفقير هو اللي بيدفع الثمن وهن عمال يلحقوا ذوي الفقراء مثل العادي. حتى بتشوفي اليوم بمؤسسات بقول لك بدنا نعمل اصلاح ومضطرين نصرف مين اللي بيصرفوا؟ بيصرف المعاش 500 دولار 600 دولار واللي معاشه 20000 دولار 15000 دولار 20000 دولار هولي ضرورات حماية المؤسسة بيخلوهم. نعم. بالجمهورية عودة لمتابعة قراءة العناوين. نصيحة غربية باستعجال التأليف. روسيا تلتزم أجواء لبنان. حلو الصورة. وأيضا نتابع مع المستقبل. أسهم المصالحة الفلسطينية ترتفع. أزمة نتنياهو تتفاقم. وصالح في الرياض رغبة عراقية في الانفتاح عربيا بوجه نفوذ إيران. يعني بنسأل بس إذا كانت الصحيفة لبنانية معنا ولا عنوين لبناني بس في مولد النور يعني. يغمر صيد هيدا مش خبر يعني لا. مش الوحيد إنه يعني بس إنه السياسة اللبنانية أبدا ما في شيء ما في شيء مش عم تصدر من هون ما لنا بيروت الصحيفة مع الأسف بالشرق المستقبل ولا عنوين محلي بالصفحة الأولى عم نحكي. لا لحظة أول شيء جريت المستقبل بشارع سبيرس على الحمراء ببيروت هي لا لحظة أوكي أنا مش عم دافع عن حدا بس أنا ما في يكون يعني بحضراتكم وشو اسمه لا إحنا بس عم نسأل موجودة وهذه صحافة وأنت بتعرف الصحافة فتحت أولويات. أنا ماني عم دافع عنها في أولويات بس ولكن الأولويات بس أنا بدي أسألك سؤال يا ريت كل صحافتنا بتنتهج الشيء اللي عم بفكر فيه انت. نعم كنا خلصنا من زمان. صحيح. بالشرق الحريري حل مشكله الحكومه ليس عندي. ليك الشرق
هلا الديار بتضيع. الديار ما رح نقرا بس رح افرجيكم العناوين. ليه ليه ما انا اول شغله بقرا الساعه 3 الصبح الديار. اف بتحب ال لا بحب لا لا كله تهجم على الرئيس عون يعني. لا لا, لا 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 انا بشوف فيها صفحه الاقتصاديه حتى مره فيها لبعيد. انا بعرف جوزيف فرح صفحه الاقتصاديه صديق جوزيف من وجهه له تحيه بس لا نحن عم نحكي صفحه اولى ولا لا لا انا 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 يومين انا بالوضع السياسي توني فرح السياسي بالسياسي انا الحقيقه نحن بالسياسي ما بنفوت كثير انا شخصيا ما كثير أريح بس أريح. ولكن الاقتصاد تنعرف نحن وين وين رايحين وشو عم يخبونا. طيب خلينا نقرا البناء لنعرف السؤال هذا الجواب عنه بالبناء. انصار الله يوقفون الصواريخ على السعوديه ضمن ترتيبات وقف الحرب ونتنياهو وبن سلمان يترنحان وترامب يحاول المستحيل لحمايه حليفيه. اللبنانيون امام انسداد مجاري مياه بيروت وامال بفتح مسارب الحلول الحكوميه. قبل ما نروح للكاريكاتير نحن امام وين اقتصاديا طالما طرحت حضرتك السؤال عندك جواب؟ يعني أول شيء بدنا نبلش في الحكومة. إذا ما كان في عنا تشكيل حكومي، لا هيئة اقتصادية في مين تحاور، لا اتحاد عمالي عام في يحاور، مجلس اقتصاد اجتماعي عملنا كذا اجتماعات متتالية بس بالأخير كنا نحن نتسأل طب نتيجة هالاجتماع لمين بدنا نرفع هذا الحوار ونتائج هاللقاء مع مين بدنا نحكي. فنحن نتطلع إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت لإنهاء هذه المشكلة. ونحن للأسف عندنا عم نطلع بين نتائج انتخابات وبين واحد زائد واحد أو واحد ناقص واحد. شوف البلد وين صحيح. شوف الوضع الاقتصادي وين صحيح. شوف البطالة اللي عم ترتفع تنشوف الانهيار اللي صاير. كل الناس خايفة على الليرة بتروح على البنك المصاري بطلوا يحولوا لك للدولار لأسباب إذا بدك تسحب لإلك أنت مضطر ودولك طبول بالك. فأمام هذا الإرباك نحن منقول ثقتنا بالعهد وسيد العهد أنه نحن نكون على أبواب حل بإن شاء الله. إن شاء الله. بكاريكاتير الشرق مثل العادة ما فيهم يبعدوا كتير. استعجل يا جبران بدي خلص. بكاريكاتير المهضومة بس بالجمهورية بسيل المساعي التي أقوم بها لا تزال في أول الطريق. أطول يدخل بمتاهة. الله يبشره بالخير. الله يبشره بالخير. الله يبشره بالخير. منروح ل 50 سنة مثل هالنهار بصحيفة النهار يعني 19 تشرين الثاني 1968. أندرسون يقابل عبد الناصر ويرفع تقريرا إلى نيكسون. مصادر الرئيس المنتخب تقول إنه مهتم لإعادة العلاقات مع مصر وأنه سيكلف أندرسون وروبرت مور في معالجة يكلفه معالجة قضايا الشرق الأوسط. وأيضا في العناوين 300 ألف لبناني يحرمون الخدمات بعد خفض موازنة الإعاش الاجتماعي. مصير 798 مركزا في المحافظات الخمس يصبح مجهولا. وأيضا طرابلس المسؤولون يميلون إلى تأجيل إعادة فتح المدارس خشية احتكاك الطلاب في الصفوف التي تضم عناصر من الاتجاهين. 15 مذكرة توقيف غيابية والتجول من 4 صباحا إلى 8 مساء. وأيضا صبر حمادي يتوقع جلسة مصارحة مسؤولة تضع حدا للتشويش وتيسر البحث في توسيع الحكومة. المعارضة تتجنب الإثارة إذا لم يستفزها خصومها أو خصومها. خلينا نقول هون بعدنا بال 1968 مثل هنهار. شو بتغير؟ ماشي شو تغير من 68 ماشي بعدنا بزيت المشاكل 50 سنة إذا جبنا العناوين شوف شوف هذا العنوان ما أحليه. قد ما اسم قرية في فتوح كسروان تسأل الدولة لماذا صرفت عليها 600 ألف ليرة. 4 ملايين ذهبت هدرا على مشاريع مؤجلة. شفت بعدنا نحكي بالفتح زيت القصة. نعم. وأيضا كرست الحكومة فشل مكتب الفاكهة بتشكيلها لجنة التفاح. عم نحكي بالفاكهة. بالفاكهة. بلدة الفاكهة. ما تغير شيء. ثم عادت فأطلقت. هلا ناخذها الدكتور بشارة أسمر حتى يعزز موقفه فيها. يدي في التصرف بإنتاج الموسم. ومنروح للكاريكاتير الرئيس حلو والراحلين أكيد عبد الله اليافي. أنا مش خايف من اليمين أنا خايف من الشمال. هلا نحن عم نحكي بالمشاكل هيدي. نحن غفلنا عن موضوع الزراعة يلي هو اليوم موضوع زراعة التبغ والمزارعين. وشفنا امبارح كان نائب رئيس الاتحاد عم بيستلم التبغ من المزارعين وبدأوا بمشكلة التسعير.
لا في وزير ياخذ قرار، لا في رئيس حكومه ياخذ قرار. زميلنا حسن فقيه صار له جمعه عم بيحاول يعالج هذه الازمه اللي هي تتعرض لموضوع مزارعين طبقي اللي هذا ما بيعيش الا على هذه النبته، والارض ما بتطلع الا هالنبته بانتظار تشريع ال التكييف البديل المنتج. اهلا وسهلا فيك استاذ سعد الدين حميدي صقر، امين عام الاتحاد العمالي العام، نائب رئيس المجلس الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الاقتصادي. اهلا وسهلا فيك. انا كثير سعيد فيكم، وان شاء الله اللقاء الثاني نكون ان شاء الله نحكي بتشكيل بعد تشكيل الحكومه، خطط اقتصاديه، خطط الاقتصاديه بعد تشكيل الحكومه. بدنا